رمضان شهر مشهد بالملايين. 8 على فكرة سؤال مش صعب خالص بجد. لا بصراحة انت اسئلتك جميلة صح؟ اه يا غالية شفتي بقى؟ والله بيظلموني. انت ملاك بره انما الكرسي ده بيقلبني. ابقي تعالي وريني لو عرفتي تجيبيني تاني. انت حبيبتي خلص الكلام اتفضلي. اكمل ما ياتي. ايوه. هذا الشخص ظلمني فمن هو؟ هذا الشخص مين اللي ظلمك يا وفاء؟ محبش اقول عادي. شخص او شخصة؟ ما في كتير. اكتر حد اول ما بتقولي كلمه ظلم وبتتوجعي بجد والدموع اللي في عيونك إيه؟ دي دموع ايه اصلا؟ دموع الاحساس اللي بالظلم. لا عادي بس ربنا بيوريكي. ربنا بيوري. بصي اوعي تفتكري ان المظلوم ممكن يموت قبل ما ربنا يوريه له انتصاره في الظالم. ليه انا حاسه بوجع جامد جدا؟ في دبح مش شرخ، في دبح هنا. بس انا راضيه والله وحياه ربي انا راضيه. انت تعرفي يا بسمه لما بتوجع قوي وحياه المصحف بروح اقول له الحمد لله يا رب على الوجع. والله العظيم اقول له الحمد لله على الوجع. لما تبقي متضايقه او تعبانه وتروحي الحمد لله يا رب الحمد لله الحمد لله ده ربنا ده جميل قوي قوي. كفايه بس ما بقى والنبي كفايه والنبي. انت على فكره قاسيه قوي المره دي. انا كفايه يا جماعه ضرب النار خلص وطلعوا نفاصل.